يواصل مقاولو محافظة المهرة احتجاجاتهم للأسبوع الثاني على التوالي للمطالبة بصرف جميع مستحقاتهم المالية وأكد اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة مواصلة الاعتصام داعيا كافة المنظمات الحقوقية إلى التضامن معه ومناصرة وانتزاع حقوقه وأشار المحتجون إلى أن السلطات تعمدت بعدم صرف أو بعدم صرف رواتبها أو المستحقات منذ سنوات مما تسبب بإعلانهم الإفلاس